كده بتسحب حاجة، لمسنا مهر الجد كده لمسنا. بتاعنا يا جماعه نشتغل النهارده اهو، ترعه اهي اهي ترعه حلوه رئيسيه. هنشتغل على مرايه على الجرف الاول كده ونشوف الدنيا فيها ايه. رشاد غله على الجرف اهو، شويه علف طبعا دور ده متعود، في ناس بتقعد عليه يعني، عشان كده متنضف ومتظبط اهو، عشان كده مش هكتر لان دور جديد، دور مش جديد عشان اكتر فيه. اهو رجاله ترش مرايه على الجرف، بس المرايه غرقانه مش باينه يعني انها ايه على الجرف، مش على الجرف قوي. تابعونا الرجاله باذن الله، لو جت معانا حاجه هنصور. خش على الحلويات، حلويات يا رجاله، الطعم اهي لا فكره صغيره ولا حاجه. تابعونا يا شباب، خش على اللي بعده. هذا عسلية، هذا بيضة زي الفل يا شباب، حاجة ما شاء الله طعم يا شباب. تعال عسلية، تعال قابل يا معلم، قابل حتت ما شاء الله على سحب الرجاله اهي، سحب اهي كده بتسحب اهي، لمسنا مهر الرجاله كده لمسنا. خش علي بالطعم يا شباب، اللهم صل على النبي. لما الغماز ينام على وش الميه تعرف ان هي خدت من الغويط وطلعت في العالي. خش علي طعم يا رجاله، طعم يا شباب، هات ما شاء الله. قابل الرجاله الفراولة العسلية، طعم يا شباب اهي، طعم حاجة ما شاء الله. ده طعم يا جماعة، المراية غرقانة بس ده شغل آخر النهار يعني بعد العصر. تابعونا يا شباب، حتة كمان يا جماعة جلاتش اهي، جلاتش من الدور ده، الدور ده النهارده يا جماعه التلات اتنين ست، يعني دي اول رحله لينا في شهر ست، شهر الشهر ستة ده يا جماعه شهر المتعه كله. تابعونا يا شباب، ايوه على عسلية عالي ان شاء الله. خش على اللي بعده،
ايرس تعي عسليه سمك الطعم الرجل على مراغر ايوه كملي كده يا جماعه غماس جاب على الشطه وجاب على حاجه الله الله بسم الله ما شاء الله دول يا جماعه رزقنا النهارده 3/2/6 اول طلعه لينا في شهر 6/2020 يا جماعه عشان ما حدش يقعد ده فيديو قديم شويه سمك ما شاء الله الدنيا هناك بدات تشتغل كويس دي يا جماعه طبعا ده داخل على الغله السمك الكبير ده كله والباقي طبعا داخل على الطعم لان طبعا كان الجو النهارده هوا قوي هوا فظيع فالميه الصبح كانت شغاله غله معاها كانت كويسه غله لما الجو قلب فطبعا الغله منعت فنزلنا طعم خدنا شويه السمك اللي هو المشط الكفافي ده على نص كف يعني الدنيا حلوه شويه السمك ما شاء الله يا جماعه طعم على غله كنت هقول لها يا جماعه كنت هعمل لكم الفيديو كله غله بس الجو ما كانش مساعد خالص والميه كانت خاسه فما زادت الغله منعت شويه بس سمك الطعم كان بيخش وطبعا في سمك كان بيخش على الغله على الطعم سمك كبير برضو اللي هو السمك دي داخله على الطعم الحته الجميله دي داخله على الطعم دي كانت اخر حته شويه السمك ما شاء الله يا جماعه طبعا نوصف المكان في الفيديو اللي فات قبل ده يعني اللي هو اول جزء في الرحله طبعا ده هينزل في تاني جزء لو عايز تعرف يعني المكان في حته او وصف المكان في حته هتتفرج على الجزء الاولاني اللي هو الفيديو اللي قبل ده على طول لان ده هيبقى تاني جزء في تاني جزء للرحله شويه سمك ما شاء الله طعم على غل هي دلوقتي يا جماعه بدات تشتغل صح الموسم بدا يشد حلو شويه بدات تسحب سحبه حلوه والدنيا بقت حلوه طبعا لسه النتايج ما دخلتش يعني لسه كمان لسه شويه يعني كل يوم بيبقى احلى من اللي قبله اهو يا جماعه شويه سمك ما شاء الله يلا يا جماعه متنساش باللايك ولو انت جديد معانا يا ريت تشرفنا باشتراك السلام عليكم.